نستعين ونتوكل. مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم من جديد في انطلاقة هذا الشوط، الشوط السادس عشر الذي ينطلق في هذه اللحظات، حيث هذه الشعارات أصحاب السمو والشيوخ حفظهم الله من كل سوء ومكروه للإبكار المهجنات، سن الإجذاع وسن المتعة والإبداع. ختامي المرموم 2018 نتقدم مع أول المراكز لنتابع الانطلاق الأول والتحدي في هذه اللحظات. لجه 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 مع المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فيصل بن طالب بن شريم المري المقدم لنا لجه مع أول المراكز. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والانطلاق من حور لهجن العاصفة وغياث الهلال، من يقدم لنا حور القادمة أيضا في هذه اللحظات؟ سلهود، ولكن متابعين الكرام القادمة نصايح لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيب، يا سلام، والقدوم هجن ند الشبا الشاهينية لهجن ند الشبا، من تنطلق في هذه اللحظات؟ سالم السعيد التضمير والمتابعة. إذن كذلك أتابع المركز الخامس القدوم الحامل الرقم 7 الشاهينية، من تنطلق لهجن ند الشبا، يا سلام، سالم بن سعيد من يقدمها في هذه اللحظات. هجن العاصفة أيضا تنطلق مع انطلاقة هذه مهدية، هنا مهدية، من تنطلق لهجن العاصفة في هذه اللحظات؟ وغياث الهلالي من يقدمها ويتابعها؟ أتابع شعار هجن الرئاسة والظافر علي بن جميل الوهيب المتقدم، دلمة هي القادمة بالشعار الحمر، من تتقدم في هذه اللحظات؟ دلمة وتنطلق بهذا الانطلاق القادمة أيضا. أتابع سلهود لهجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وغند، غند قادمة في هذه اللحظات أيضا بشعار هجن العاصفة. متابعين الكرام وغياث الهلالي يتابعها، ولكن نعود والعود واحمد الى مقدمة الشوط للي احتلت المركز الاول منذ الانطلاق. لجه 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 مع المركز الاول، لجه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، فيصل بن طالب بن شريم المري من يتقدم ويقدم لنا لجه على اول الاسماء، على اول التحديات. لجه من تبحث عن الفوز، من تبحث عن الانتصار. المركز الثاني القدوم من في هذه اللحظات، الله يا حور لهجن العاصفه تتقدم في هذه اللحظات، يقدمها غياث الهلالي، من يقدم حور بين الحوار؟ يا سلام، هنا مع حور ومع لجه مع المركز الاول ومع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية لهجن ند الشبا، يا سلام يا سلام، ويتواجد في التضمير سالم بن سعيد، من يقدم لنا الشاهينية مع المركز الثالث؟ اما المركز الرابع نتابع ونراقب انطلاقه في هذه اللحظة، في هذه اللحظات، من نصايح لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيب، يا سلام، الظافر يقدم نصايح مع المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينية لهجن ند الشبا،
ويقدمها سالم بن سعيد في هذه اللحظات مع المركز الخامس المركز السادس في هذه اللحظات. انطلاق وتحدي متابعين الكرام، مهدية من تنطلق في هذه اللحظات بشعار جن العاصفة، وأيضا الله الله يا الانطلاق، دلمة 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 من تنطلق في هذه اللحظات بشعار جن الرياسة، الظافر علي بن جميل الوهيب وسلهودة قادمة، سلهودة بشعار جن الرياسة، أيضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط حيث هذه الأسماء لجة 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 تنطلق في هذه اللحظات مع المركز الأول لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم. من يقدم لنا لجة مع المركز الأول ومع التحدي حتى هذه اللحظات؟ المركز الثاني غند، غند لهجن العاصفة، يا سلام، وسلودة لهجن الرياسة، المجازف قادم، المجازف قادم، وكذلك القادمة. أتابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة قادمة في هذه اللحظات، أيضا شعلة لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، الكيل الأخير، الكيل الخطير، وغند مع المركز الأول، غند مع الصدارة، لج لج وغند، ولكن غند أجن العاصفة وغياث الهلالي. من يقدم غند مع المركز الأول، لج مع المركز الثاني، شعل مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. من يقدم شعلة؟ ولكن دلمة 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 دلمة، الحمر الخطير، الحمر المثير، شعار هجن الرياسة مع دلمة الظافر علي بن جميل الوهيبي. ولكن شعلة من اشعلت الشوط؟ دلمة وشعلة، شعلة ودلمة، دلمة. وايضا ايضا متابعين الكرام، القادم شعار هجن عاصفة مع غند، غند غند شعلة ودلمة، ولكن غند العاصفة بدأت تعصف، الله الله الله، مع غند، غند وشعار جن العاصفة وغياث الهلالي. من يقدم لنا غند؟ غند وشعلة، شعلة وغند، ولكن غند، تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت شعلة لسمو شيخ حمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث وصلت متابعين الكرام اللي مرموقة لهجن العاصفة. المركز الرابع وصلت دلمة بشعار هجن الرئاسة. وخامس المراكز وصلت نصايح لهجن الرئاسة، علي بن جميل الويبي، تانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز غند بناموس هذا الشوط ولحظات وصولها بالفعل 9 دقائق بالوفاء والتمام هو توقيت غند لهذه اللحظات، وهكذا وصولها. المركز الثاني شعلة لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، التوقيت زمن 9 دقائق بدون ثواني، وجزئين من الثواني هو توقيت شعلة. المركز الثالث كان الوصول متابعين الكرام أيضا من مرموقة لهجن العاصفة، 9 دقائق بدون ثواني، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن مشاهدين الكرام في انطلاقات صباح هذا اليوم مع أشواط أصحاب